بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا قائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين، صلى الله عليك يا أول مظلوم، صلى الله عليك يا زوج البتول يا ابن عم الرسول. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، واسمع في الأفق لجبريل نداء نداء نداء، تهدمت والله أركان. ليلة حزينة هذه الليلة. أسمع في الأفق لجبريل نداء نداء نداء، تهدمت والله أركان الهدى. ينعى أمير المؤمنين حيدرا، ينعى التقى، ينعى الحجى، ينعى الندى، ينعاه مضروبا على غامته، عليه صلى السيف لما سجدا. اي والله يا غنعاء مضروبا على غامته، عليه صلى السيف لما سجد سجد سجد، تبت يد ابن ملجم بقتلي خير الوصيين كما تبت يدا تبت يدا. أفجعنا يا بالمرتضى خير الورى، وأشمت الحسد فينا والعدا والعدا والعدا. كم واحد شمت بينا الليلة، شمت بينا الليلة. اي والله اسمع في الأفق لجبريل نداء، تهدمت والله أركان الهدى. ينعى أمير المؤمنين حيدرا، ينعى التقى، ينعى الحجى، ينعى الندى، ينعاه مضروبا على هامته، عليه صلى السيف لما سجدا، تبت يد ابن ملجم بقتله خير الوصيين كما تبت يدا. أفجعنا بالمرتضى خير الورى خير الورى، وأشمت الحسد فينا والعدا. عجبت لملاق صورت يمينه، عجبت لملاق صورت يمينه، وما بذي الرعب اضطر غابا قعدا. عجبت لملاق قصرت يمينه، وما بذي الرعب اضطر غابا قعدا. يا أيها المحمول في نعش بذي، يا أيها المحمول في نعش بذي، قد حملوا الصلاة والتهجد. يا أيها المحمول في نعش بذي، قد حملوا الصلاة والتهجد،
نعش بغير جسم علي المرتضى، لا بل بي جسم النبي أحمد، جسم بغي نعش بغي جسم علي المرتضى، لا بل بغي جسم النبي أحمد. يمر بالوادي فتنحني له، هذا من شيعه وسلام الله عليه. يمر بالوادي فتنحني له جباله الشوم وتهوي سجدا، أفدي الذي من بره وعطفه كان له كل يتيم ولدا، أفدي الذي من بره وعطفه كان له كل يتيم ولدا، أرض بها جسم حماي الحمى. سمعوا هالأبيات أول مرة أقرأ لكم إياهن. أرض بها جسم حماي الحمى، يعني هاي الأرض تخدم السماء، يعني غاي الأرض تخدم هالسم، أرض بيها جسيم حماي الدخيل، يعني لو أحكي العمر بيها قليل بس تشوف ترابها إلها تميل وتسري بعروقك مثيل مسرى الدمى، وتسري بعروقك مثيل مسرى الدمى. بعد رملة سامرت ناغمة وتار النفوس، موسى طابها وشافها كان عروس، خاطب الباري بنعالك لا تدوس، اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، خاطب الباري بنعالك لا تدوس، اخلع نعالك وامر نتفهمه، أرض بيها الميت ينام بأمان. يا علي يا علي، شلون أقرأ الليلة يا أمير المؤمنين؟ أرض بيها الميت ينام بأمان، ليلة الوحشة عليتي مستراح الروح في هذا المكان، مستراح الروح في هذا المكان، وجسم كل مؤمن بواديه احتمل. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا بعلي ووادي علي. اي والله يا ارض بيها الميت ينام بامان، اقرأ وياي، ارض بيها الميت ينام بامان، ليلة الوحش علي تمشي جنان، مستراح في هذا المكان، وجسم كل مؤمن بوادي احتمى. هذه أرض طاهرة أرض الإمام،
تنام تندفين أجسادنا بواد السلام. هذه أرضي طاهرة أرض الإمام بيها تغفى عيوننا براحة وتنام تندفين أجسامنا بواد السلام. وادي خيري ووادي نوري ومكرمة نجف آدم نجف نوح ونجف هود نجف صالح كل خير وكل زود نجف يونس نجف إدريس أبو الجود نجف من رب السماء معظمة نجف يعني عشق رب العالمين نجف يعني حب رسول الله الأمين نجف يعني حب أمير المؤمنين نجف يعني عشق رب العالمين نجف يعني حب رسول الله الأمين نجف يعني حب أمير المؤمنين النجف حب أم النبوة فاطمة النجف حب أم النبوة فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في هذه المادة اللي إلى الآن ما مشينا بيها إلا بمحور واحد وهي مادة شجرة في القرآن الكريم المستعملة باستعمالات كثيرة وأكثر استعمالاتها مرتبطة بجانبها الإيجابي بعلي عليه السلام وبالجانب السلبي بأعداء علي كما سأحاول بيان ذلك باختصار شديد هذه الليلة إن شاء الله تعالى. احنا الى الان في الاستعمال الاول لهذه المادة او في المحور الاول اللي هو محور شنو؟ الاحتكام للنبي عند التنازع والاختلاف والتشاجر. طبعا بينا عدة محطات بهذا المحور وهذا المحور هو اخذنا للايمان لان الآية اللي بهذا المحور فلا وربك لا شنو؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا المحور الأول شجر بينهم. فالآية خلت أكو علامات للإيمان الحقيقي ثلاثة والمعند هاي العلامات يبتلى بثلاثة وبالنتيجة يكون مصير عنوانين كما بينا. أما لتكون عند ذن الثلاثة يكون هم شنو نتيجته؟ عنوانين أيضا كما بينا في الليلتين ماضية. فبالنتيجة هذا البحث هو أخذنا للإيمان. الإيمان بينا بعدة محطات أيضا في الليلة الماضية والليلة التي قبلها إن لم تخن الذاكرة يظهر أكثر محطات الإيمان الليلة البارحة بيناها جيد. اللي وصلنا للبارحة وتوقفنا عنده إذا يتذكر الإخوة خصائص الإيمان لو أنا مشتبه خصائص الإيمان البارحة اللي توقفنا عنده خصائص الإيمان. قلنا الإيمان توجه قلبي وفعل سلوكي يتعلق بوجودات عينية خارجية وجئنا على ذلك بآية صحيح. ثم انتقلنا إلى خصوصية شنو ثانية ليلة البارحة. التفتوا لي أحباب جزاكم الله خير. قلنا بأن الإيمان يتوقف عند حد لو الإيمان شنو يزداد وشنو وينقص. زادهم إيمانا القرآن الكريم يقول أو ازدادوا إيمانا أو زادتهم إيمانا بتعبير أدق زادتهم إيمانا أو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما عبر القرآن الكريم. وقلنا مو بس يزداد وإنما شنو ينقص. وهم جئنا
جئنا بآية على ذلك ليلة البارحة وانتهينا من ذلك. طبعا أمر ثالثا بينا أنه الإيمان اختياري لو جبري، قلنا اختياري وجئنا بآية على ذلك. الأمر الرابع تفتولي، الإيمان مو بس يزود وشنو وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مو فقط يزداد وينقص، لا، بل الإيمان لعله يزول والعياذ بالله. يعني الإيمان في مورد يزداد وفي مورد ينقص، مو فقط يزود وينقص. واحدة من الأمور المهمة اللي يكون نبينها خصائص الإيمان أنه لعله شنو مو ينقص وإنما يزول بشكل كامل، بشكل كامل. هاي هنفد مسألة مهمة خطيرة لتفتولها. القرآن بينها، نعم، شو وقت بينها؟ أي قول تعالى بينها؟ بقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان، ومن شنو يكفر بالإيمان. هنا أنا إيمان نقص يو كفر بي بشكل كامل، أو قول الله تعالى، وقول الله تعالى كفروا بعد إيمانهم. هنا أنا مو قضية الإيمان نزل وإنما شنو زال بشكل كامل، كفروا بعد إيمانهم. ومن يكفر بالإيمان كفر بشكل كامل. هاي مسألة رابعة. خامسة، الإيمان شنو غذاءه حتى يزداد؟ الإيمان شنو غذاءه حتى شنو؟ حتى يزداد. على ماذا يتغذى الإيمان؟ تفتولي يا أحبة يا إخوة، الآن الجسم بشنو ينمو؟ بالطعام، هذا بالأكل، بالغذاء. الجسم شنو؟ ينمو، صحيح؟ وإذا الإنسان امتنع عن الغذاء الجسم شنو؟ يضعف، يقل، يضعف. خوه، الإيمان بشنو ينمو وبشنو يضعف؟ هسه أجيب لكم آية قرآنية تبين، آية قرآنية، ربي أرني كيف تحيل، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن قلبي يزداد لو ما يزداد إيمان؟ فإذا بشنو يزداد؟ يزداد بالعلم والمعرفة. الإيمان يتغذى على العلم والمعرفة فيزداد، ومن دون ذلك ينقص. هذه هم فد مسألة مهمة لتفتولها، ولهذا من خلال هذا الأمر حتى هم تعرفون قيمة شنو العلم والمعرفة. أرني كيف تحيي، أرني حتى أزداد. هذه هم فد نقطة خامسة هم مهم أشير لها. طبعا الليلة ما عندي وقت كثير أسولف، أحاول أختصر بسرعة، أمشي بسرعة. زين، محطة أخرى بالإيمان، تفتولي حتى أرجع للاستعمالات الأخرى لهاي المادة. محطة أخرى سريعة بالإيمان إخواني، أكو عندنا إيمان عام وأكو عندنا إيمان خاص. طبعا مو بس الإيمان، أكو عندنا إسلام عام وأكو عندنا إسلام خاص. الإسلام العام هو التسليم لله، وعلى هذا الأساس كل الأنبياء شنو؟ مسلمون. وعلى هذا الأساس كل الذين اتبعوا الأنبياء هم شنو؟ مسلمون. ولهذا نوح يقول أمرت أن أكون من المسلمين، إبراهيم يقول وأنا من المسلمين، يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل الأنبياء، كل أتباع الأنبياء من أهل شنو؟ من أهل الإسلام. هذا يا إسلام العام، أكو إسلام خاص. الإسلام الخاص شنو؟ هو الذي جاء به المصطفى عقيدة وشريعة وأخلاقا. هذا إسلام شنو؟ خاص. الإسلام الخاص فيه كل ما في الإسلام العام، بس الإسلام العام ليس فيه كل ما في الإسلام الخاص. فالإسلام الخاص فيه ما في العام وزيادة، ولهذا أمرنا باتباع الخاص بعد مجيئه. وإنسان إذا كان على إسلام عام بعد مجيء الخاص يقبل منه أو ما يقبل؟ ما يقبل منه، ما يقبل. من بعد مجيء الإسلام الخاص الإجابي المصطفى اللي فيه ما في العام وزيادة،
ما يكون مقبول منه يكون يقبل الإسلام الخاص، لأن العام، لأن الإسلام الخاص فيه كل ما في العام، أما العام ليس فيه كل ما في الخاص، ولهذا ضروري أن نتبع الإسلام الخاص بعد مجيئه. هاي على مستوى إسلام عام إسلام خاص. أما الإيمان كذلك، أكو إيمان عام وأكو إيمان خاص وهو على مراتب. طبعا هسه أنا من أقول وهو على مراتب، هذا موضوع المراتب في القرآن يشمل كل شيء، يعني بالأعمال الصالحة القرآن الكريم يقول درجات كذا مما عملوا إن لم تخن الذاكرة، يعني بعملهم أكو شنو. القرآن يعبر عن بعض الناس لهم الدرجات العلا، يعني أكو من إلى درجات وسطى وما إلى، أكو من إلى درجات شنو سفلى وما إلى، ذولا إلهم علا ذولا كإلهم وسطى، ذولا إلهم دنيا سفلى، كل شيء مراتب. الإيمان والعلم مراتب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليش فضلهم؟ بدرجات الإيمان والعلم درجات. الرزق فضلنا على بعض، الرزق درجات، الرزق درجات، ها؟ كل شيء، كل شيء. الإيمان هم كذلك مراتب وشنو ودرجة. ولهذا قلت لك أكو إيمان عام وأكو إيمان خاص. خلي أبين لكم فتشيء، خلي أبين لكم فتشيء حتى ألفت نظركم إلى دقائق قرآنية آيات بيها لفظ الإيمان، لكن شوف القرآن شلون يتفنن بما يتبع الإيمان، بما شنو يتبع. يعني تلقون آية من الآيات ايش تقول؟ والله كلش التفتولي الوقت ما عندي أنا، كلش التفتولي. تلقون آية من الآيات ايش تقول؟ آمنوا بالله واعتصموا، بعدين يقول صراطا مستقيما، آمنوا شنو واعتصموا، واعتصموا هذه فد مرتبة، يعني مرتبة التوحيد، توحيد الله والاعتصام بالله، وسكت القرآن. بس تشوف آية أخرى، رب اجعل هذا بلدا، وبعد ارزقه المن، ارزق من آمن منهم بالله واليوم ضاف شيء أو ما ضاف شيء؟ هناك خلاها عند حدود الإيمان بالله، هناك ضاف لها الاعتقاد باليوم الآخر. هذا المؤمن بالله واليوم الآخر شنو رب العالمين ينطي؟ رزق، أمان، اجعل هذا بلدا آمنا، وشنو هنا نضاف شيء آخر. أجي وياكم الآية ثالثة، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعدين يقولوا يسارعون في الخيرات. هنا ضاف شيء بعد يوم ما ضاف على الأمر الثاني، ضاف يأمرون ينهون يسارعون، هاي كل إضافات. هاي آية ديش آية، هاي آية، تشوف كل آية تضيف شنو أمر آخر. هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذه مسألة مهمة كنا نلتفت لها. أقول بحث الإيمان يا إخوان فد بحث طويل الذيل، بحث طويل الذيل كما تعبر العرب في كلامها، بحث طويل الذيل، والله ما بينا منه ولا شيء قليل، حتى قليل ما بينا، مو كثير. أتوقف عند هذه الحدود في بحث الإيمان، لأنه إذا أردمشي أكثر ما يبقى لي أي وقت لتكملة شنو بقية موارد استعمالات القرآن لمادة شنو شجرة. الاستعمال الأول قلنا الاحتكام للنبي عند الاختلاف والمنازعة، وهذا كملنا منه. الاستعمال الثاني لهذه المادة، طبعا الاستعمال الأول أثبتنا بالروايات ارتباطه بعلي وأعداء علي اللي المفروض يحتكمون للرسول بموضوع علي، وقرينا لكم روايات وما قرينا روايات، كانوا أول ليلة حاضرين يدرون شنو أقول، ما كانوا حاضرين بعد أنا شو أسوي، جبنا روايات أنه هذا المحور مرتبط بعلي وما مرتبط، مرتبط بعلي وبضرورة الاحتكام للنبي خصوصا في مجال أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين. المحور الثاني لهذه المادة شجرة آدم، شنو؟ ولا تقربا هذه الشجرة، نفس المادة يوم نفس المادة، نفس المادة
شجرة آدم، خلينا نعبر عنه محور شجرة آدم. الكلام في شجرة آدم طويل عريض، يحتاج إلى بحث بحد ذاته، ما أختصره بدقائق في هذه الليلة وأربطه أيضا بعلي وأولاد علي هو الآتي. يا بشنو شجرة آدم اللي رب العالمين قاعد تقربها؟ واحد من المفسرين قال التين، شجرة التين. واحد من المفسرين قال السنبلة. واحد من المفسرين قال ما أعرف النبوك ما أعرف شنو. واحد قال حنطة. واحد قال ما أعرف إيش. واحد قال شفت واحد مفسرين من غير أتباع آل البيت قال شجرة العلم. صحيح، بس يا علم يعني. شفت مفسر من المفسرين هكذا قال، قال المقصود بالشجرة اللي رب العالمين قال للآدم لا تدنالها لا تقربها، وآدم قربها، شجرة الدنيا. شنو يعني شجرة الدنيا؟ يقول رب العالمين خلى الدنيا مثال على شكل شنو؟ شجرة. ولهذا القرآن ايش عبر الآدم؟ قال له فتشقى إذا تدنل هاي شجرة شنو؟ تشقى. تشقى يعني شنو؟ تتعب تتعب تتعب. ليش تتعب؟ لأن الدنيا عالم مادة وعالم تزاحم، وعالم المادة والتزاحم يكون بي تعب لو ما يكون بي تعب، يكون بي تعب. هذا اللي عبر عن القرآن، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كادح كدحا يعني تسير بتعب ومشقة. الكدح هو السير بتعب ومشقة. فيقول هاي الشجرة الدنيا الله مثلها سواها مثل الشجرة، يعني مثال يقرب من جهة ويبعد من جهات. أدري المثال يعني ما متطابق مع الأرض أقوله، بس يوضح، يوضح بمقدار ما يوضح. رب العالمين لما دز ملك المريم الشوالة مثله على شكل شنو؟ بشرا سويا فتمثل كما يعبر القرآن. الشجرة اللي رب العالمين قال للآدم لا تقربها يقول الدنيا، رب العالمين مثلها بشكل شنو؟ طبعا أقول لكم قضية، عندنا بالروايات الشريفة النبي لما عرج به إلى السماء رب العالمين مثل الدنيا على شكل امرأة جميلة. هاي برواياتنا موجود. أئمتنا قال، أئمتنا قالوا ذلك. أئمتنا يعني إخواني، دخلي أقول لك قضية مو سهلنا الحكي شباب، والله ما شلون أبينا مشكلة باوع للوقيت وهاي كلها أكون أبين هالأمور وبعد عندي حكي وما أعرف شلون أبين لكم قضية. لو امرأة جميلة جدا الآن ملكة جمال الدنيا تمر أمام إنسان، تغير حالة يوم تغير حالة، يلتفت لها لو ما يلتفت لها، ينتبه لها حتى إذا كانت نظرته ما مقصودة وسد عيونه، بس يبقى في الشيء بداخله يوم ما يبقى تغره بمقدار ما. أئمتنا قالوا النبي لما عرج به إلى السماء رب العالمين جمع الجمال بالدنيا كله، مو بإمرأة واحدة، كله بالدنيا جمع بإمرأة وخلاه أمام النبي لما عرج به إلى السماء فلم يلتفت إليه رسول الله. صب وجمع إش أكو جمال بالدنيا بكل شيء بجمال، خلاه امرأة، جمع هذا الحسن كله بامرأة وخلاه أمام النبي حتى النبي ينشغل امتحان اختبار ينشغل بي ولا. فأدار بوجهه عنه صلى الله عليه وآله وكمل مسيرة إلى السماء، وهنا خضع له الأولون والآخرون صلى الله عليه على هالعظمة هذه. يعني بتعبير آخر يوسف ما خضع لشنو؟ لجمال امرأة شنو؟ واحدة مع نساء مصر قول 20-30 خو مو مليارات من الله خلق الكون اليوم القيامة. أقول لك النبي جمع للجمال مو بس نساء وغير نساء، كل شيء بالدنيا جميل أخذ خلاه بامرأة واحدة وخلاها أمام النبي. ففي الرواية لم يلتفت لها رسول الله أبدا، ولكن الرواية تقول فنادته فلم يجبها صلى الله عليه وسلم. قالها أنا ماشي إلى الله. وعدنا بالرواية أمير المؤمنين كذلك تمثلت له الدنيا فطلقها، قالها طلقتك شوفي غيري، شوفي غيري. هذا علي هم نفس الشيء. فبعض المفسرين يقول الشجرة مال آدم هي شنو؟ هي الدنيا تمثلت على شكل شجرة. قال لا تقربا هذه الشجرة الدنيا تعبون ترى. آدم شنو؟ تقرب منها، صار اللي صار، اهبطا. هذا هم رأي. أما الرأي الذي أتبناه لأن أئمتنا يتبنوا هو أن الشجرة التي
رب العالمين منع عنها آدم منعاً إرشادياً مو مولوياً، هي شجرة علم محمد وآل محمد. رواية عن الرضا قالت ذلك، وفي تفسير إمام الحسن العسكري قال الإمام الحسن العسكري ذلك، وفي رواية ثالثة عن الصادق قال ذلك، وهكذا في شبكة روايات أخرى وبأسانيد متعددة قالت الشجرة نحن. قال له هاي الشجرة ما تتحملها، ما تتحملها يا تدنالها، ما تتحملها ما تتحملها. يعني شلون موسى لما ما تحمل شنو؟ موسى لما ما تحمل منو؟ الخضر. قال له هذا فراق بيني آدم. نفس الشيء ما تحمل الشجرة، قال لا تدنالها ما تتحملها. آدم راد يشوف شنو هاي الشجرة، تدنالها ما تحملها. قال له انزل انزل. هكذا قال أمتنا شجرة علي وأولاد علي. وهذا الاستعمال طبعا هو هنا كان عندي حكي بعد وأجله إلى وقت آخر، هذا الاستعمال الثاني لهذه المادة في القرآن، مرتبط بعلي أو ما مرتبط؟ الاستعمال الثالث، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، شجرة طيبة. الشجرة الطيبة هي نفسها الشجرة التي اللي ما تحملها منه، لا تقربا هذه الشجرة. سورة إبراهيم القرآن يضيف لها معلومة يقول ترى هاي شجرة طيبة، نفسها. انتبه لي نفسها. أنا هواي أكو عندي حكي هواي 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 هواي، بس ما أقدر أقول الحقيقة حكي. خلي أقول لكم بعض النكات سريعا 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 كل سريعا. شجرة طيبة أصلها شنو؟ ثابت. وفرعها أول شيء رب العالمين سماها شجرة. الشجرة أول ما يتبادر لذهنك منها شنو؟ النمو يولا. ها الشجرة عادة تكون شنو؟ تنمو نامية. هاي الشجرة عبر عنها شجرة يعني شنو؟ تنمو. هذا أول شيء نفهمه من الآية الكريمة، يعني أول نكتة نأخذها من الآية شنو؟ كريم. الأمر الثاني، النكتة الثانية، انتبه لي باوع لي. هاي الشجرة عالية يوم مو عالية؟ لشون عالية؟ فرعها وين؟ في السماء. سؤال، الشجرة كل ما تكون عالية أكثر كل ما تبتعد عن التلوث وتكون نظيفة أكثر يولا؟ يعني أنت من شجرة ناصية وبمكان ملوث مثلا، هذا ما هذا العوادم مال السيارات غبار تراب، الشجرة شلون تصير مغبرة وسخة؟ صحيح يولا. أما شجرة كل ما تصعد على الهواء الطلق النظيف شو تكون؟ تكون نظيفة رقيقة جميلة. رب العالمين عبر عن هاي الشجرة أن فرعها وين؟ في السماء. فهاي الشجرة شو تكون؟ تكون في قمة الجمال والنظافة والطهارة. صحيح يولا؟ موتشي هاي فد مسألة هواي مهمة، كلش مهمة، كون شنو؟ كون تلتفتوا لها. ثلاث، الشجرة عادة تكون فصلية لو مو فصلية، يعني ثمرها لو يطلع بالشتاء لو يطلع شنو؟ بالصيف لو يطلع كذا لو يطلع. صحيح يولا؟ رب العالمين قال عن هاي الشجرة تؤتي أكلها كل حين، يعني هاي الشجرة ثمرها إلى فصل معين يو دائم غير منقطع، دائم غير منقطع يعني كثير يو قليل. رب العالمين شنو قال عن الزهراء وأولادها بسورة الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر خير منقطع يو كثير. فهاي الشجرة اللي تؤتي أكلها كل حين يعني شنو؟ يعني كوثر. وهاي الشجرة عالية. أمير المؤمنين بصاحب هاي الليلة بنهج البلاغة يقول ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ليش ينحدر السير السيل والطير ما يوصل له؟ عالي عالي يعني شنو؟ يعني أصلها ثابت وفرعها وين؟ في السماء. قلت أبو هاي هذه فد نكات دقيقة كنت التفتوا لحرمات مر عليها شلون مكان الطريف. الطريف أيها الإخوة
بالمقابل يقول كلمة خبيثة كشجرة شنو؟ اجتثت. اجتثت يعني منقطعة يوم ما منقطعة. والشجرة الطيبة الأمامها تؤتي أكلها يعني شنو؟ مستمرة. والخبيثة منقطعة. بسورة الكوثر، كوثر دائمة غير منقطعة. في قبال الكوثر شنو قال؟ أبتر. أبتر يعني شنو؟ منقطع. هناك يقول الشجرة الخبيثة شنو؟ اجتثت، فهي منقطعة يوم ما منقطعة. فمؤدى هذه الآيات في سورة إبراهيم نفس مؤداها بالكوثر يولا، لما يكون بنفس المؤدى على المستوى الإيجابي والسلبي يكون الملف واحد، لو ما يكون الملف واحد يكون الملف واحد. نفس الملف، القرآن قاعد يسولف عن نفس الملف. هناك عدو هاي الشجرة سما أبتر، هنا سما اشتث. ذيك نفس هاي الشجرة هناك سما كوثر خير كثير غير منقطع، هنا سماها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل حين بإذن ربها، فهي غير منقطعة هذه الشجرة. هذه هم فد نكتة مهمة من نكات هذا الاستعمال القرآني لهذه المادة القرآنية في الواقع. نكتة أخرى بعد صار 3 4 2 ما أعرف هاي يومكم أنتوا حسبوا. نكتة أخرى، أكو بعض الأحيان بشجر الدنيا تشوفون الشجرة حلوة بس شنو؟ مثلا ثمر ما بيها، أو ثمر مو طيب، مر مثلا بس هي شنو؟ حلوة، أو ما بيها ثمر، أو الساق مالتها مو جميل. يعني هسه مو خلينا نبقى مو بس على النبات، تعال للحيوان. الطاووس شكله جميل يوم مو جميل، شنو العيب اللي بيه؟ رجليه قبيحة. هو شكله جميل بس رجليه شنو؟ قبيحة. مثلا تشوف اكو بعض الحيوانات شكله حلو صوته قبيح، اكو صوته حلو شكله شنو؟ قبيح. الأشجار كذلك، تشوف شجرة أوراقها حلوة بس الساق مالتها شنو؟ مو جميل، أو العكس، أو بالثمر، أو أو أو. رب العالمين يعبر عن هذه الشجرة شنو؟ شجرة طيبة. يعني شنو؟ يعني كلها طيبة يو بس أوراقها، يو بس أغصانها. يقولك شجرة طيبة، الشجرة كلها شنو؟ طيبة. أوراقها طيبة، أغصانها، الساق اللي تقف عليه طيب، ما بيها شيء مو طيب، كلها طيبة. أما بقية الأشجار مو هالشكل، ها؟ مو هالشكل. ما يقول شجرة كلها طيبة، كلها 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 طيبة. هذه هم فد نكتة هواي دقيقة بهاي الآيات، هواي دقيقة. تردون بعد نكتة أخرى يا تعبتوا مني؟ أقول لكم بعد شيء آخر، مو الليلة عندي مصيبة طويلة شوية، ما أقدر أطول بالحكي. أعطيكم بعد نكتة أخرى لهذه الشجرة. القرآن يعبر بإذن ربها، يعني هاي الشجرة تسير بكل ما فيها حسب ما هو مقرر ومقنن سماويا يولا. ها؟ يعني هاي الشجرة أكو عناية سماوية خاصة بها يو مو خاصة بها؟ يعني ليش يقول بإذن ربها؟ أخو هو المخلوقات كلها شنو؟ بإذن ربها. ليش هنا بالخصوص يقول بإذن ربها؟ يظهر أكو عناية خاصة بهاي الشجرة. شلون رب العالمين يقول لموسى مثلا اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، أو يقول لنبينا فإنك بأعيننا؟ هاي الشجرة بإذن ربها لها فد عناية خاصة. هذا كل من الجمعة يدل على ما ورد في روايات آل البيت. رسول الله يقول أنا أصلها وعلي لقاحها وفاطمة فرعها وشيعتنا أغصانها، وعلى ذلك عشرات روايات آل محمد. ومن أراد الروايات بمصادرها وأسانيدها وطرقها المتضافرة المتكاثرة التي يعضد بعضها بعضا
إلى برهان سيد هاشم البحراني البرهاني في تفسير القرآن نور الثقلي للحويزي غير من تفاسيرنا المباركة ليطلع على عشرات الروايات وغيرها في كتب غيرنا أيضا وردت وردت في كتبنا وفي كتب غيرنا. فالاستعمال الثالث لهذه المادة مرتبط بعلي وما مرتبط علي لقاح هذه الشجرة كما قال صلى الله عليه وآله فاطمة فرع هذه الشجرة التي في السماء ولهذا فاطمة حوراء إنسية حوراء في السماء فرعها في السماء النبي قال فاطمة فرعها أنا أصلها النبي يقول أنا أصلها شيعتنا أوراقها قالوا له يعني شنو أوراقها قال من يموت واحد تطيح ورقة من يولد شيعي تطلع ورقة تخضر ورقة هاي الشجرة بالرواية عندنا فاطمة لما تزوجت جبرائيل هز شجرة طوبة نفس الشجرة يقول فدخل بيوت أتباع فاطمة صكاك صكاك بدخول الجنة وعدم دخول النار يعني بالعتق من النار ببركة زواج فاطمة هاي من نفس هاي الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء طبعا أصلها ثابت يدل على عصمتها يوم يدل على عصمتها أصلها شنو ثابت ولهذا بروايات أئمتنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا قالوا احنا القول الثابت طبعا مو انتم الشجره والشجره اصلها شنو ثابت طبعا طبعا نكته اخرى من يقول اصلها ثابت وفرعها في السماء يعني هاي الشجره بس ملكيه يوم ملكيه ملكوتيه قل انما انا بشر مثلكم اصلها ثابت يوحى اليه فرعها وين في السماء طبعا هاي الآية بآخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أما آية في سورة إبراهيم شجرة طيبة أصلها ثابت إبراهيم بس إحنا قاعد نقارن نفس الحقيقة هاي الشجرة ملكية ملكوتية فاطمة حوراء إنسية أصلها ثابت وفرعها وين هذا الاستعمال الثالث لهذه المادة أما الاستعمال الرابع البقية راح أقول هيك بس يعني عناوين وللبحث تتمة في وقت آخر ظلمنا البحث أنا أعترف ظلمنا البحث الاستعمال الرابع وصلنا الشجرة الزيتونة المباركة في سورة النور الاستعمال الخامس الشجرة الخبيثة المستثة أعداء أهل البيت السادس الشجرة الملعونة شجرة بني أمية السابع شجر الدنيا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا شجر الدنيا هذا هواي كان عندي بي حكي ثامن شجرة الزقوم في نار جهنم صار كم استعمال لهاي المادة ما الاستعمالات البقية حقيقة هاي بس عناوينها والكلام فيها يحتاج إلى وقت آخر بعد وقت ما عندي نتركها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى الله يجمعنا وإياكم على خير دائما وأبدا وأنتم بصحة وعافية إن شاء الله بالسنة الآتية هاي الوجوه ما نفقد منها وجي وجاه محمد وآله الطاهرين يطيل أعماركم وينطيكم الصحة والعافية مع أهاليكم أبنائكم بالنبي وآله الطاهرين وببركة هذه الليلة اللي هي من ليالي القدر هذه الليلة وليلة استجابة الدعاء ليلة استجابة الدعاء وشكري لكم من واحد شهر رمضان إلى الآن حضوركم المستمر والدائم جزاكم الله خيرا على هذا الحضور المبارك شكرنا لأهلنا آل المنصور الكرام اللي يقيمون مثل هذه المجالس ويبذلون الغالي والنفيس من أجل إقامة هذه المجالس احنا نجي ونطلع ما ندري شنو الأموال التصرف شنو الجهود والأتعاب اللي تبذل خلال 20 يوم هذا ما ندري بيه احنا نحضر ونمشي أما وراء هاي المجالس جهود جبارة تبذل إخواني ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر جهود مالية جهود من كل الجوانب يعني تبذل جهود جبارة حتى يقام مثل هذا المجلس ولهذا شكرا لهذه الأسرة الكريمة على إقامة مثل هذه المجالس اللي من خلالها يصل نور آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
ليلة شهادة أمير المؤمنين، ليلة شهادة أمير المؤمنين، ما أعرف شنو أقول، ليلة شهادة أمير المؤمنين. ألمي عليك يا أبا الحسن، شلون أقرأ عليك يا أمير المؤمنين؟ شلون أقرأ عليك يا أمير المؤمنين؟ شلون أقرأ عليك يا أمير المؤمنين؟ علي وسف الشمس تطفى، علي وسف الشمس تطفى، علي وسف الشمس تطفى، علي وسف الشمس تطفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي أخت عمر بن عبد ود لما شافت أخوها مقتول قالت من الذي قتله؟ من قتله؟ قالوا لها علي بن أبي طالب. قالت كفء كريم قتل أخي. اللي يقتل بسيف علي مو عار عليه، هذا علي كفء، وهذا سيد العرب والعجم والأمم، وهذا علي. المصيبة تؤلم قلوبنا، اللي قتل أمير المؤمنين جبان ذليل حظما بي، بس شو تسوي؟ علي كان مسلم أمره إلى الله تعالى، علي كان غارق بالخشوع والخضوع، علي ما كان يشوف واحد غير الله تعالى، فهو استغل هذا الأمر وضرب أمير المؤمنين. وإلا ابن ملجم يوصل لعلي بن أبي طالب من هوان الدنيا على الله. أي والله يا حيف، من هوان الدنيا على الله. ابن ملجم يوصل لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب جاء مرحب لابس درعين، ضرب ضربة قسم نصين هو ودروعه. هذا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ضربة واحدة عادلت عبادة الثقلين إلى يوم القيامة، ضربة واحدة العمر. هذا علي بن أبي طالب. بس غدروه علي بن أبي طالب، غدروا. علي كان يصلي، علي كان مستجير بالله، كان يصلي. علي علي وسف الشمس تطفى، اقروا يا علي وسف الشمس تطفى، وبدرنا ينحجب نوره، علي وسف النجوم تغي، وبيت الله انهدم سوره، علي الإسلام قام يصيح حقك انت ناطورة، علي كل عين دم تسيل والله عليك معذورة، علي الإسلام قام يصيح حقك انت ناطورة، علي كل عين دم تسيل والله عليك عليك معذورة. شلون أقرأ عليك يا أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين أبد ما صارت ولا ظنها تصير، ينطبر مثلك يا ضيغم يا أمير، وانت ساجد وبإلهك مستجير. علي مستجير بالله، ما تخافون الله يا مجرمين يا جبناء، علي مستجير بربه. كم لا إنسانية ولا شرف ولا حمية عندكم، لكم ما تستحون، انتم ما تستحون، كم خجل ما عندكم، انتم لو زلم توقفون قدام علي والرجال اللي بيكم يوقف قدام علي، يا ابن أبوه يوقف قدام علي، يا رجال يوقف قدام علي. واحد من ربعكم جربها وخزانة لما وقف قدام علي، خز التاريخ لما وقف قدام علي، يا رجال يوقف قدام علي. انتو جبناء تستغلون صلاة علي حتى تغدرون علي، انتو جبناء، انتو اذلاء، انتو رضيتوا عمركم ذلة وجبن. وإلا يا رجال بيكم يقابل علي بن أبي طالب، منو من الرجال يقابل علي؟ يلا تقدموا له الأبي الحسن عليه السلام. ولكم علي بن أبي طالب من ردوا تبشون قبر الزهراء، قلتوا ننبش القبور الجديدة، علي بن أبي طالب قالهم ناولوني قباء الأصفر مال الحروب. أنا النبي ما قال لي ينبش قبر الزهراء واسكت، النبي وصاني على يوم الباب قال لي اسكت حفاظا على الإسلام، بس نبش قبر الزهراء ونبش قبور المسلمين النبي ما قال لي اصبر، قالهم انطوني القباء الأصفر. الكنت ألبسة وقت الحروب، لبس علي قباء الأصفر، قالهم انطوني ذو الفقار، والله لأقلب عاليها سافلها اليوم، والله لا أخلي المدينة تغرق ببحر من دمهم، وأنا علي بن أبي طالب.
واخذ سيفه وطلع الجماعه هربوا وتركب القبور ودز وطارش العلي قال له خلص لان شغل بقبر الزهراء ولا ابد وخل يرجع صاحبك وكل شيء بنسويه. سيد رضا الهندي يقول للامير المؤمنين لو لم تؤمر بالصبر وكظم الغيظ وليتك لم تؤمر وليتك لم تؤمر. جاءك واحد يتجاسر على الزهراء، اك واحد يمد ايده على باب حوشك يا امير، قبل لا يمد ايدك قطعها يا امير المؤمنين. انت ابن منو؟ اعطيني لقطه. انت ابن منو؟ انت ابن ابو طالب شيخ مكة بيضة البلد. النبي يجي لأبو طالب، أكو أوساخ على عمامة النبي وملابسه. أبو طالب عمره 90 سنة، رجال كبير 90 سنة عمره. قال له ابن أخويا منو هاي؟ شنو هاي على ملابسك؟ قال له عم جيت مريت بصف الكعبة وذول شيوخ مكة قاعدين، شيوخ أبو جهل وأبو أبو ذول اللي الهوى ما يوصل لخشومهم، الآنافهم ما يوصل الهوى، طغاة كل واحد منهم فرعون. قال له من شافوني شالوا الأوساخ ذبوه عليه. قام أبو طالب 90 سنة عمره قال هم ناولوني سيفي، طون السيف، أنطوا السيف وطلع وأخذ محمد من إيده وإجا لقاهم قاعدين يسووا لهم مكان خاص بثناء الكعبة ما حد يقعد به، وحرسهم خدمهم حشمهم داير ما دايرهم. دخل أبو طالب، قاموا أبو طالب يلقب ببيضة البلد شيخ مكة، دخل قال له منو أذاك منهم ذولا؟ قال له هذا هذا هذا. أبو طالب جاب أوساخ وقادورات فمرغ لحاهم ووجوههم ورؤوسهم، قام يجيهم واحد واحد يجيب القادورة يمسح وجهه لحيته راسه، قال لهم الرجال بيكم اللي مديده على سيفه وأنا أبو طالب، اللي النبي يقول أبو طالب عمي لو يلد العرب كلهم يلدهم شجعان. قال لهم انتم مو اقل مني عمر، انا 90 سنة عمري، الرجال اللي مديده عليه والله لا اقطع ايده قبل لا توصل السيفه وانا ابو طالب. وسكتوا وذلوا وجبنوا واخذ. قال له يكفيك ولدي محمد هذا؟ يو تريد بعد هذا كافي يو بعد اذلهم؟ قال له كفى يا عم. اخذ وراح واجى حمزه ويا اسد الله واسد رسوله هذا عز بني هاشم. بس وصفه دنيا غبرة مو خوش دنيا، يجي يوم علويات بني هاشم واقفات بسوق واقفات بسوق ويتفرج عليها دل يسوون ما يسوون. ابن أبي طالب يقول قالوا لجيش معاوية طبل الأنبار وأخذوا من النصرانية أخذوا ذهبها أخذوا كذا أخذوا قلايدها. صعد على المنبر على ابن أبي طالب يقول لو أن امرئا سمع بذلك ومات ما كان عندي ملومة، ما حتى لو نصرانية يطبون يأخذون ذهبها المسلم كون يموت. هتشي علي بن أبي طالب قال على المنبر قال له يا أمير المؤمنين أي نصرانية ليتك كنت حاضرا في يوم العاشر من المعرة. هالبيت واروح المصر على الإمام علي راح وقتي. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حي هلي ويا الفجر لو طر، هلي هلي وين هلي لو صاح الأذان الله أكبر بين بيوتها يقوم يتخطر ويطر ديوان عبد المطلب طر. الله الله يطر ديوان عبد المطلب طر وينادي وين حمزة وين جعفر، يا بوين حمزة وين جعفر ظلن بالبرار بنات حيدا. هذا مو كون نموت أنا وياك، مو كون نموت على هذا الحكي، نموت كون نموت نموت أويلي عليك. في مثل هذه الليلة جمع علي، تحرك قلبك يولاه، احترق قلبك يولاه،
عندك دمعة يا لا؟ قل لي حاكيني، عندك دمعة يا ما عندك دمعة؟ يا أمير المؤمنين الليلة نختم مجلسنا يا أمير المؤمنين، تنطون شي يا ما تنطون يا أبا الحسن؟ الترسون دينا يا لا؟ نريد هدية منكم الليلة يا أبا الحسن، من واحد رمضان الهسه نقرأ عليكم ونذكر فضائلكم وعلومكم ومعارفكم، الليلة نمد يدينا على بابك نريد تطينا يا أمير المؤمنين خير الدنيا والآخرة يا أبا الحسن. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أمير المؤمنين انطينا يا أبا الحسن خدامك شيعتك. في مثل هذه الليلة كان علي عليه السلام على فراش الموت يغمى عليه بين الساعة والأخرى، جمع أولاده وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وأخذ يوصيهم أمير المؤمنين عليه السلام: أولادي الله الله بالأيتام. الله الله، على فراش الموت يصيح أيتام، على فراش الموت يصيح أيتام. شنو هذا علي بن أبي طالب؟ ما تقول لي شنو علي بن أبي طالب. الله الله في الأيتام فلا يضيعوا بحضرتكم، الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الله، الله الله بالصيام فإنه جن لكم من النار. وهكذا التفت إلى أولاده من غير فاطمة فأوصاهم بلزوم طاعة أولاد فاطمة، والتفت إلى أولاده من فاطمة وأوصاهم برعاية أولاده من غير فاطمة، ثم أن الإمام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثم أخذ ينظر إلى أولاده واحدا واحدا، فلما وبناته طبعا، فلما وقع بصره على زينب قال: أولادي أوصيكم بزينب خيرا. أدير بالكم عليه. أوصيكم بزينب خيرا، ترى وراها طريق طويل من المصائب ولا لا. قالوا أمير المؤمنين. ثم أخذ يقول: أولادي هذا جدكم محمد صلى الله عليه وآله فاتحا يديه لاستقبالي، مناديا: يا علي يا علي يا علي، لقد اشتاق الحبيب إلى أولادي. هذا عمكم حمزة، هذا عمكم جعفر. ثم قال: أولادي هذه أمكم فاطمة. ثم التفت إلى الإمام الحسن قال: ولدي حسن، إذا مت غسلني ولا تقلبني، فإن الملائكة هي التي تقلبني على دكة المغتسل. حنطني بفاضل حنوط رسول الله، فإنه حنوط نزل من الجنة. هاي شو وقت نزل من الجنة؟ لما دنت الوفاة من النبي نزل جبرائيل وعنده حنوط وطال النبي. النبي كان يم علي بن أبي طالب، فاطمة، الحسن والحسين. النبي قال لعلي، قال لعلي: حنطني بهذا الحنوط، هذا من الجنة الله أرسله لي، وراح تزود منا بقية للزهراء ابنتي من بعدي، وراح تكون بقية لك، وتزود منا بقية للحسن. وسكت رسول الله. الحسين كان يم أمه ضاج تأذى، حاجة أمه لزم إيدها، قالها: أماه آني مالي من حنوط الجنة، شو جدي ما جاب اسمي؟ فاطمة سألت النبي:
قالت له يا رسول الله هذا الحسين تأذتر انهضم شاءت قلت علي وفاطمة وحسن والحسين قالها الحسين ما يحتاج حنوط الحسين شو يسوي بالحنوط الحسين او انا عليك ابا عبد الله بكل شيء تختلف يا ابا عبد الله يا حسين فقال لحنطني بفاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ضعني على السرير فإذا رفع المقدم فارفع المؤخر أينما وضع المقدم ضع المؤخر ستجدون قبرا محفورا مكتوب فيه هذا ما ادخره نوح نبي الله لعلي بن أبي طالب ولدي كبر علي سبعا وهذا لا يكون إلا لولدي المهدي سبع تكبيرات ثم أن الإمام عرق جبينه وسكن أنينه زينب قالت لأبويا أراك سكن أني وعرق هل أن حالتك تبشر بخير قالها لا يا ابنتي ولكني سمعت حبيبي يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن أنينه وعرق جبينه ثم قال أولادي أستودعكم الله ها ثم غمض الإمام عينه ومدد رجله وقضى نحنه رحم الله من نادى وعليه وسيده وغريبه سقطت زينب على صدر أبيها ويبعد البلا من الدار تنشال وما حشم جانك يضل يهلا بجد زينب ودمع العين دم سال وصاحت بصوتي صدع الاجبال شنو بعيد البلا من الدار تنشال وما حشم جانك يضل يهلا وقت راح ابتدأ الإمام الحسن بتغسيل والده أمير المؤمنين وكانت الملائكة تقلب عليا على دكة المغتسل لما وصل الحسن الرأس أمير المؤمنين زينب من بعيد تباوع وإذا يسمع صوت بهيد الجرح شد بهيد يا باب هذا الجرح شد بهيده عليه التجر انشلت ايده شديده طبرت اخويا جديده اكمل غسله وضعه على السرير رفع المقدم رفعوا الائمه الحسن والحسين وبقيه اولاد الامام مؤخر السرير مشى النعش خطوه خطوتين ثلاثه وإذا بصوت من خلفهم يا شيال نعش أبوي ون 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 شوية 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 هذا علي يا بونا يردن بناتي ودعنا ويردن يشبع نشوف منا ولا يبون الراح منا ريض لي يا شيال نعشة بدموع عيني أرد رجة يا حسن صار البيت وحشة وام كلثوم هل تصرخ بدهشة ما شاء الله الإمام الحسن يقول والله ما مرينا على نخلة إلا وقالت السلام عليك يا أمير حجر شجر مدر السلام عليك يا أمير المؤمنين يقول وصلنا لقينا قبر محفور دفننا أبونا أهلنا عليه التراب رجعنا صوت مرة تبكي يم القبر رجع الحسين من الباكية زينب لحقتنا لا من الباكية قالت لا أنا أمك فاطمة أول ليلة علي قعد يم قبر الليلة قعد يم قبره
رجعوا للبيت، قعد الحسن قعد الحسين. زينب بكت والعين عبره، اجت للحسن قعدت بكتره، تقل عليك امك الزهره، دلني على ابويا وين قبره، وانا ارد اصل يمه وخبره، كسرني زماني شلون كسره. بيتين الدعاء اخذها القبر ابوها، بكت ورجعت. هذا يوم زينب راحت لعلي. اكو يوم ثاني زينب هيك قالت، تقرون وياي: خويا جيتك والحرم تركض وراي. هسه اذا تشوف نسوان تركض منا شي يصير بيك؟ نسوان شايطه تركض منانا، قلبك ما يوقف وانت ابو غيره. خويا جيتك والحرم تركض وراي، نريد عن الحر نسوي لك ثياي، يلكسرت قلوبنا بنومتك هاي، قوم باصرني يا خويا ويا رجاي، جروحك الفوق الالف ينفع دواي، ولو صحت عباس هم يسمع نداي، اردق الحسين اخوك يريد ماي، اردق الحسين اخوك يريد ماي، حسين يا سباح قلبي ويا نبض، اسمع الطايح عثر وجيتك ركض، لكن شفت الخيل بضلوعك ترضد صدرك يا وسف طول بعرض، ويمك المختار نايم.